لبنعمه يعني ضدك ولو كديان وبمعنى ضدك هذه الشير وحي كن قدام قار كم وان داد النعمه ينكس لبدا نعمه وا محي وعافمات قبك يا فراقده ولبا نعمه فراقده وحو قفكو غرانيا انو نعمه هيستي مركو مشغوله مركاسو غرانيا عافمات كان وحو غرانيا انو نعمه هيستي مركو حنونسدو أطفال بدن أو فقراء أو عافمات هايستا مركا وحوية أي فقر قودة أي دباتة أي كديت أي كنو لهين حق مالك مركا لقاء ومركا إيقان وحي موضة النعمة بإن نهاية صلى وإلا والنعمة دي إلهي حي سليهين داد انت اللو نعمة يأذي اللو مبا النعمة باقار سليهين من أوجد النعمين كإلهي حلاق رأينا أهين نعمين كإلهين ترب ذيهين وإن تعد نعمة الله لا تحصوها دا استرهذان تري النعمين كإلهي مكوب كريسان بع الله يري مركا وحوي النعمين كإلهي وفر بذيهين هنون كوا النعمة عافمات كوا النعمة حوله هو النعمة يعني مقع هو النعمة يعني وحوي نرش قفك الله عمر داريا والنعمة طاعة الله وافتيا والنعمة نعمين هو فربذيه يعني الروح مركا وحوية ضدك حتى وحوية إننا دباين أو ضدك سمعد ونكسن لوجي لو أما ضدك أي تأكلين أيان لفتد والنعمة وحلا جايا بقف سقو سيو كذا إذا هذا نسيك لينو النعمة يسيا على جايا قربضنا حول السيء وهنتي مركا الدنيا هيا أيان عافمات كي كعون إلى هايان أن هاي السنين يعني واه يستان حوله لكن ما حي حولها المركب يسقى وقول نعمة يصنيان هدي حوله هذا اللي أرى لها يعني عافي ماذ من اللي يدن كبدلا حولها من اللي يدن كقادة قاركودها ما يرى لها يعني وأنا التجار وأحوال بواه يستان هذا مع ذلك عافي ماذ كأي كعون لها ين مرح بعض المشايخ باو حيصون نقلين قصة وقصة عجيبة قصص وحي تاي وحي مركب الشيقين أما الشيخ سيقول الشيقين غني أهو تاجر أه وحوله فرب بضن له لنك تاجر كي حوله بضن له عافيمات مهي استعد الرب بضن بقبع ميلو البمر عافيمات مهي هنتي الدنيا واهي وحاركي إن فقيره فردي بربر صنيا ركسوه حولي يا أبي عافيمات كأكعنا هاي عافيمات كيسو متشر ألا عافيمات كيسو كلمة لهاتي وابو عورية وابو قليبا يعني فقير كيف لا عوري يا وحلو عوري يا عافمات كيسة كعوري يا نوى تاجر كي هذا كورا فقصة عجيبة مركا عافمات كوا النعمة قال